فرصتها حلوه. حضرتك النهارده شاركتي بصوتك في الانتخابات، شايف النهارده اليوم عامل ازاي؟ اليوم؟ اه بنحاول ان احنا نكمل المؤسسات في البلد مش اكتر. يعني احنا بنحاول ان احنا نشارك ان احنا نرسل واجب وطني لا اكتر ولا اقل. لو حبيتي تقولي يعني في شباب ما عندهمش وعي في المشاركه بالذات في الانتخابات، مش بيهتموا يعني. هم مش عاوزين. هم مش ما عندهمش وعي، هم مش عاوزين. لانه هم عاشوا فتره كلها مستقره نسبيا 30 سنه بتاع مبارك، فما شافوش مصر كانت ازاي وازاي اتحولت. شويه شويه كله هيجي. شايفه ان المشاركه في الانتخابات دي حاجه مهمه لكل الشباب؟ هي مفروض تكون حاجه مهمه عشان يحسوا انهم بيعملوا حاجه للبلد، بس لازم ان احنا نحاول ندمجهم شويه شويه من غير ما نهاجمهم. النهارده وحضرتك بتشاركي بصوتك كان في اي مشكله معاكي في اللجنه؟ لا لا كله تمام. المشكله في القايمه واس طويله قوي والناس مش عارفاهم، انا شخصيا ما اعرفهمش يعني. فده بتاخد منك وقت كبير عشان تطلع لي اسمك كبير، وبعدين الاعداد هائله يعني حتى ما تقدرش تقارن. يعني انا ملت للمستقلين مثلا لاني مش عايزه الاحزاب ماني شايفاها متواجده الا بيظهروا لنا وقت الانتخابات، وملت للفئات اللي هي مش بتبقى مترشحه بما فيه الكفايه، سواء اقباط او ما انا مسلمه، انما سواء اقباط سيدات يعني كده اخترت كده يعني، انما مش لاني اعرفهم. فده برضه عيب. لو حبيتي تقولي كلمه للشباب بالنسبه لمشاركتهم في الانتخابات تقولي لهم ايه؟ يعني ينور لهم الطريق ويشوفوا ان في انجازات في البلد، وحتى لو اتعرضت البلد لشويه كبوات يعني ما ماشي كله بيجي شويه شويه. انا عارفه الحريات لسه يعني متمسك عليها. الشباب انت عارف يحب التغيير سريع. انا ابني بيقول لي تنطي في الاستقرار، يعني هي الفكره كده ان هم عايزين التغيير سريع، وربنا مع البلد ومعاهم، هو ده مستقبلهم. احنا في نهايه الطريق في الاخر يعني، انما هم ربنا يوفقهم وينور طريقهم. الف شكر لحضرتك، الف شكر.